بسافرش عيش ايش بيش. وانا من رايك هيدو بيش. بستغنيش عن الحارة هيدو بارا. كل هالشغلة هاي عشان بوسي لدلك لدلك هيدوسي قلب دك. العب يا شيخ اخوي وانا عارفه بسافرش مش اخوي الصغير. ها هيك كبير وعشا ايه سكر كثير. يسلم 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 قاضب هجد هذا الزلمي ابو عواد جوز خالتي. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تردوا عليهم ولا تحكوا معاهم غيركم عايشين وجيكم الارض. سلام عليكم. احكوا زي ما بدكوا هسه انا مسافر واحكوا من ورا ظهري. قروا زي ما انتوا عايزين. لا يا جوز خالتي بنقول ونحكي عليك. لا يا ابو عواد يا اخوي انت قاضبها جد يب وافرض حكينا عليك. افرض حكينا يب هيك بدك تهاجر. هو انتوا بس حكيتوا انتوا كذبتوا بهرتوا قريتوا نبشتوا علي نفلتوني خربتوا بيتي. يا اخوي يا ابو عواد يا حبيبي يا صديقي يا جاري الله يوفقك. يعني احنا غلطنا ومنك السماح. بعدين يا اخي انت اخوي الكبير وانا اخوك الصغير وهاي بوستي لحيه. ها ايوه يابا بلاش نسافر مش اهل الحاره يا ابو العود. واهل الحاره يابا بدك تسافر يا عمي يا جوز الثنتين. ولا يعني يعني الا تحكي 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 تحكي